خلوكم في حالكم يا هلال، خلونا الاتحاديين عندنا كل شيء. الحمد لله رب العالمين. بعد ما كنتوا تنافسون على الهبوط، اليوم كنتوا تنافسون على عجل، تبغينا على الصدارة عندكم ايش اسمكم؟ عندك كانتي؟ لا. عندك بنزيما؟ لا. خاصة اصلا عندك كلمين؟ والله انهم خبلاء اللي جاوا، اقسم بالله انهم عميان، انهم لبسوهم نظارة ذاك الليل مغمت عليه عيونهم وقلوبهم، ما سمعوكم ولا ما جاوكم، وش يبون بكم؟ والله ربي اعمى عيونهم، وش يبونكم؟ ميسي ما جايكم ميسي. قمانتوا يوم شافكم خذيتوا بنزيما ما زاد قبل يجي يصاب السعودية. أعطيش السالفة من الأخير؟ إيه. والله يا ما أنه صار الاتحاد الآن مغري تماما، يعني صار جاذب لجميع الناس. والله ما حد بداري، وين أنت؟ وين الزعيم اللي يبقى الزعيم، زعيم آسيا، زعيم القارة؟ ما رب لك الحمد والشكر يا رب أني أشجع الاتحاد. والله العظيم منكم ياهم، لو تجيبون من جابوا. والله أن الهلال الزعيم البطل، زعيم آسيا، زعيم القارات، ما يذكر لا ذكره. أنتوا ما لكم ذكر ولا لكم طاري، وكم جبتوا بنزيمة، وكم جبتوا فلان، وكم جبتوا هلدان، ما تحسبون. من اللعيبة اللي جاوكم للحين؟ نبي يجونا، نبلا ما نعلمكم عشان ما تنهبون بيسرق. ما ذكر لاعب جاء، رحتوا تبسبسون، فكان عق من جيراننا اللي جنبنا. جيرانكم منهم؟ يجب لي في أمي إنها تشفر، ما تقول كم حق من الجيران تخافين من القضايا، خايفة أن هذاك